شوفوا اللي بيصير بالأفلام يا جماعة، شوفوا خلف الكواليس. احنا مش شايفين الناس اللي لابسين أخضر، بس بالمونتاج بيعملوها وعساس انه ما في شيء. اوكي شو عم بيعملون؟ العب العب العب، يا سلام. وبعدين الله الله الله، هيك بيختفوا، بكون كمان لابس أخضر. والله حلوة على فكرة، في أفكار بشكل مو طبيعي. حبيت ممكن تطلع فيديوهات فخمة من وراء اللبس هذا. بس حتى هذا كمان مبين عم بتدرب بأصبع واحد، وفي واحد عم بحمله. لا 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 لا، بضحكوا علينا والله جد. تعالوا الأفلام بضحكوا علينا بشكل مش طبيعي. شو أنا؟ أوكي رفعوه، هو بين إنه حمل حاله صح. الله والله كل الأفلام طلعت كذب يا جماعة، للأسف الشديد. نعم أنا عم بصدمكم بالفيديو اليوم. شو عندنا كمان؟ اوكي اللعب شو طرزان. طيب بعدين شو حيسوي؟ اوكي اول شيء صوروا تلفزيون، بعدين واحد مشي قدام الطاولة، ها رح يطلع من التلفزيون صح؟ حس والله يا اخي هاي لازم اعملها فخمة. والله حركة سهلة وفخمة. اليوم حنشوف ناس بيعرفوا يشتغلوا بجد والله، يعني ناس فنانين عارفين شو يعملوا. زي هذا ما شاء الله بهالثواني خلص الجدار. اوكي هذا شغل يدوي، وانا عبالي يا جماعة مصانع اللي بتسوي. والله حلو طلع شغل يدوي، هذا بكون اغلى يا جماعة من شغل يدوي. طيب الله عم يزفتوا الطريق. شكرا جزيلا للبلدية التي تسعى لتنظيف الشوارع وتظبيطها. شو عم بيعملوا هدول؟ الله سحب الثلج كله. تعرفوا لو ما سحبوا الثلج يا جماعة رح يدوب ويصير ينزل مي ويخرب السقف كله. كويس. شو عم بيعملوا هدول؟ شو هدول؟ يا الحلاوة، كأنه بوكيه ورد يا جماعة، بس هو بتاكل حلويات. طيب الله بحب يا أخي صراحة الأشغال حلوة والله جد. شوفوا بتحسوا هيك اللي عم بيشتغل هيك مرتاح نفسيا طول حياته. هذول شو عم بيعملوا؟ كيف عم بنقول لفوق؟ قول له طب في شيء عم بقع على الارض عادي؟ تبذير يعني عادي؟ ما شاء الله قوة ضخ المي يا جماعة. السيارة سودا رجعت ابيض، المي بس من مي بدون صابون، بس مي هاي. اوكي هذا ملعب جولف كأنه. اوكي طيب. بس هيك خلاص. ايوه اما شغل جولف فاهمين شو يعملوا، انا ما علي فيهم. طيب الله الكوب حلو، بس المعجون راح ينشف ولا ايش الوضع؟ يا سلام والله انه حلو، والله انه حلو، بس مو احلى منكم، انتوا احلى حبايبي والله. اوكي شو عم بيعمل هذا كمان؟ هيك بصبغ الجدار. مو جدار يا الله. اوكي انا مضيع يا جماعة، انا مو صايم، فش رمضان اليوم، ما عندي حجة. طيب اوكي الله 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 الله، شو عم بيعملوا هدول؟ شوفوا الحفر، شوفوا كيف بيحفروا الناس. صاروا زمان كانوا يجيبوا مزارع ويحفروا ويتعبوا، هلا صارت الجرافة تسوي كل شيء، وفرت علينا خلاص بس سهولة ما يحتاج. طيب حط شكله بده. شو عم بيعمل هذا؟ العب والله حلو على فكرة، حبيت. اوكي هلا هاي رسمات بالمي. اوكي هاي حلو، هلا رح يدخل شيء جوا المي بعدين ياخذ الرسمه. المفروض يدخل شيء جوا المي، هو عم برسم بالمي، رسم المي هذا ما دخل شيء. طيب اوكي شو عم بيعملوا هذول كمان؟ كيك، كانه هذا كيك ولا مو كيك. اوكي عم بحط الوان، هو عم بيحاول يخبص، عنده الوان ومش عارف شو يسوي فيها. خلينا اخبص. والله حلوه. اوه هذا بعرفه، هذا يا جماعة كان بيطلع لي بالتيك توك كمان الفيديوهات، وبيسوي هيك اشياء وحركات وبرسم بالرمل، وما شاء الله عليه شو فاضي، والله انه فاضي، بس يمكن ياخذ فلوس، مش عارف كيف ياخذ فلوس. هل الناس اللي بيعملها بتعطيه فلوس؟ ما بعرف. طيب هذا كانه عم بيلعب باسكت بعجل دولاب السيارة، مستحيل للدرجة، والله حلو. شوفوا شعور الراحة، عم بيعملوا محتوى على حصان، هذا حصان كأنه. يا عيني أجمل شيء بالحياة تنظيف،
ما تقولوا لي ان التنظيف مش كويس، ما تقولوا لي تنظيف، لا 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 لا، النظافة من وين؟ من الإيمان. ما سمعت بتعرفوا هذا؟ أوكي. شوفوا 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 شوفوا. هل بدها فن يا جماعة؟ هل هي بدها دراسة؟ ولا هي بس بدها هيك يعني واحد؟ ما بعرف. بس حلو حلو. أوكي، وردة من الزجاج ولا إيش حيسوي؟ خلينا نشوف. حبات. لا حبات. لا حبات. لا حبات. وردة من الزجاج، زجاج 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 زجاج. وهذا اللي عنده سقف من القش ومش عارف ايش، هذا بيت لوفي والله، بتلاقوا لوفي قاعد جوا. طيب شو عندنا كمان؟ شو عم بيسوي هون؟ كانه هاي للسياره، كانه سياره هاي ولا ايش؟ خلينا نشوف خلينا نشوف نشوف. ايوه ايوه سياره، هذا غطى سياره. ما شاء الله، تلميع تظبيط. حلو 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 والله حلو. اوكي لحظة لحظة لحظة، هذا ورق اي شجر؟ وليش هيك هيك بتقطع؟ هذا ورق موز، شجر موز، هذا ايش؟ وبهالسهولة؟ مش عارف. اوكي شو هذا؟ الله الله بالله، وهذا اكثر فيديو مريح نفسيا بالحياة. هلا بيطلع لي ناس والقرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم مريح يا جماعة، بس هذا شيء ثاني عم نحكي بالدنيا. اوكي طيب اوكي اوكي اوكي، اقتلع هذا من الجذور. يا سلام، حبات والله فخم. تعرف على هاي الحركة بس الكيكة راح يصير سعرها 50 مليون دولار، على هالحركة بس. شوف 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 الذكاء، شوف الذكاء، شوف الذكاء، والله انه ذكي. بدل ما يلمهم من الارض على السريع عم بحطهم بالهذا. سيخ شاورما، الله. بس ليش السيخ كثير كبير؟ والله ما في، ما عندهم مكان يعني. كثير كبير السيخ، كثير كبير والله. طيب شو عم يعملوا هذول؟ هيك بقصوا العشب. يا سلام حبيت. اوكي شو اللي عم بصير؟ هذول مش خايفين على حالهم؟ والله يا جماعة دول الله يعينهم، هذول أكثر ناس بكون عندهم حالات وفاة، لأنه شغلهم خطير بشكل مو طبيعي. وهذا هيك بدهن وخلاص، وبعد يومين بروح لدهان كله. طيب حتى على العسل، شو عم بيعملوا بالعسل؟ الله هذا عسل طبيعي فاخر من الآخر. أوكي 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 أوكي، هذا المفروض يكون فيديو الراحة النفسية. شو عندهم كمان؟ يا أخي في ناس مبدعين، طلع 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 طلع. وهذا هذا الصحن اقل شيء بينباع، يعني انا بقول ب 40 50 دولار لحاله الصحن، لانه شغل هاند ميد، شغل يدوي. احلف هيك بقطع البطاطا بالقشر تبعها، هيك المطاعم بالقشر تبعها بقطع البطاطا. لايكاتكم، تعليقاتكم، سبسكرايباتكم، وسلام.